تحياتي لكم متابعينا ومشاهدينا من قناه الاخبار، معكم حسين هاشم وحلقه جديده من برنامج مطبخنا. اليوم الاكله تبعنا غنيه، فيها دجاج وفيها قريدس وفيها ناي وفيها قصص محكيات. شو عملنا اليوم يا شيف؟ عاملين ناي بالدجاج والشرام. ناي هو يعني مثل معكرونه؟ معكرونه عريضه يعني. لا الناي يعني هي. اوكي. يعني في منها بيجي قصاط لهيك، في منها بيجي عريض اصلا. حبيت. هيدي شو هالاكله هيدا؟ هيدي كله بالشرق بيعملوها والفرنسي والغربي بيعملوها. طيب يعني. هيدي يعني بس هي اسمها نوي فينيسيان. هذه فينوي فينيسيان. فينيسيان لأنه جاي فيها شرمب وفطر والدجاج. هلا بنخلطوا الشرمب والدجاج كل بنعمله مع بعض نسوتي ونحطه. لا أكلة خطيرة جدا اليوم. مثل ما مودين علينا هذه الأكلة رح نعطيكم المكونات تبعها، رح نعمل الخطوات نحن وياكم على الهواء مباشرة، وأيضا رح نخلص الطبق نحن وياكم. فأكيد مثل ما مودين علينا بهذا البرنامج نتحدث نحن وياكم، بتسلموا علينا بنسلم عليكم. نتمنى أنه تعملوا شير لهذه الحلقة على أوسع نطاق، تعملوا تاج قد ما فيكم خلي هذا البرنامج يكبر اكثر واكثر، وايضا تفاعلوا معنا بمربع التعليقات، ودائما ما نتابعنا لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب. شيف جاهز للحلقه؟ جاهزين. يلا جاهزين انتم؟ جاهزين نبلش؟ يلا خلينا نبلش. مثل ما قلت اليوم مشاهدينا الكرام، هلا صار فيكم عندنا طبق اليوم غنيش بالشرق بيعملوه، بيقولوا معكروني مع بالشمال مع صلصه بيضاء، هي فرنسيه لا نوي فينيسيان. نحن جاي فيها دجاج وشرام وفطر، ممكن نحط مرتديلا، واللي بياكلوا جامبون ممكن يحطوا الجامبون اللي هو والله يعني هالقد فيك تحط شغلات فيها. لحم الخنزير المدخن جامبون، او في نحطه مرتديلا اللي بياكلها يعني. نحن اللي بياكلها عم نحكي اللي بياكلها يعني. أنا هون بنعمل الصلصة البيضة بشمال، هي 50 طحين 50 زبدة، حملنا اسمها رو هيدي على السخن، بنحط لها نص لتر حليب، برشة ملح، بهار أبيض. هلا إذا بدي إياها دسامة كتير فيني أدخل كريمة، أنا هون مش حاطط كريمة لأنه في عندي حليب وبكفي يعني، كاتب أنا بمقادير كريمة، اللي بده يحط بحط له 3-4 ملاعق كريمة. بيرجع عنا اللي هن القرنطير، عندي النوي هيدي قلت أنا لها تجي أصاط لهيك أو ممكن تجي عريضة، بدي أسلقها 8 دقايق مع شوية زيت وملح لحتى ما تلزق على بعضها، بنرجع نغسلها ومنصفيها. القرنطير هن الدجاج مسلوق، رايدس مسلوق، وعندي فطر مقطع شرحات، هودي بدي أعملهم سوتيه بدخلهم بقلب المعكروني. هلا رح نعمل الصوص. طبعا الحليب بده يكون سخن، بدنا ندوب الزبدة. دايما بقول أنا إذا بدي أعمل رو أبيض بدي احط حبة زيت مع الزبدة لحتى الزبدة ما تعطي حريق تصير تسمر الصلصة، بدي الصلصة تضلها بيضة. يعني بدي احط شي 3 معالق طحين كبار حسب الكمية اللي انا عم بعملها. تمام. دايما نحن بنقول إذا طحين مع الزبدة على النار بنقول له رو، إذا على البارد بنقول له بير مانيه. يعني ممكن أنا أعجن زبدة وطحين على البارد نفس الكمية، إذا في صلصة عم بعملها طلعت رخوة بحطها بالبراد بقص سلايس منها وبعقد الصلصة، بس إذا على السخن بنقول له رو. تحياتنا للي عم ينضم لنا هلا، أهلا وسهلا فيكم منورين الحلقة مثل العادة على طول. ما شايفين اليوم طبختنا هي نوي بالدجاج والقريدس جراتان، أكلة طيبة جدا غنية بالبروتينات وقصص وحكايات. فعطيناكم هلا، بعد شوي بنحط لكم مكونات، وهلا الشيف عم يعطيكم الستبس. دائما نحن طحين إذا بدي إياه يضل صلصة بيضاء بقلي دقيقة بس، يعني مع الزبدة بس لقي الرغوة، بلشت الرغوة، إذا مبينة الرغوة مبينة بكون صرنا فينا نحط الحليب يعني. ما بنحط الكمية كلها، ممكن يكون كمية كتار الحليبات، فبنحط
نص الحليبات بنرجع نخفقهم ونشوف السميكة كيف بدنا تطلع ناعمه. نحن الصلصه بديش اياها تكون برغله. بنحط ملح مثل ما قلنا، شويه بهار ابيض. هي اهم شيء بهالاكله اللي عم تعمله انت هلا حاليا. يعني النوي سهله بس انه الصوص تبعها هي المهمه. يعني الصوص بدي اياها تكون ناعمه، ما بدي اياها تكون هي لك كيف ناعمه، ما بدي اياها تكون برغله. حلو حلو، اهلا وسهلا بكل اللي عم يحضرنا ويتابعنا. فاتنة اهلا وسهلا، باسمة اهلا وسهلا، حبيبة اهلا وسهلا، كلكم يا اهلا وسهلا فيكم. هلا بنسلم عليكم كلكم. اليكس، علي، اهلا وسهلا فيكم جميعا. بدنا حليب بعد، هلا بنزيد حليب. صب حليب، مش كلهم تضربهم ضربة واحدة، لا بحط نص الكمية. بنعم الطحين اول شيء الرو، بتشوف شو الوضع يعني. برجع بحط الحليبات اللي بعدهم. حلو، يعني هلا شفنا الصلصة كيف. الصوص بشمل، يعني اي شيء جراتان بدي استعمله بدي اعمله صلصة بيضة. هيدا مثل ما قلت، هان بدي اعمل الجرناتير بنسميه نحن، الدجاج المسلوق والريدس والفطر، بدي اعملهم شوي سوتيه بالزبده. حلو حلو، عاملين لهذه الاكله قبل مره يا جماعه؟ اذا عاملينها هذه قبل مره نفس الطريقه بتغيروا فيها شيء خبرونا شو وضعكم. هي الصلصة هيك خالصة. نعم. إذا بدي أحط لها كريمة هلا بس خلص بحط لي كريمة بس. بس هلا هي فيها حليب كامل الدسم، هي ما مش ضروري أحط كريمة يعني. جميل جدا. تنقلها معي، أكيد تحياتنا لكل عم يتابعنا لكل عم يحضرنا. ما تنسوا تتفاعلوا معنا بمربع التعليقات، أيضا ما تنسوا تعملوا تاج لأشخاص تانيين ليحضروا الحلقة. وتعملوا شير للحلقه، خلينا نحن ندعم الشيف بهذا البرنامج. والمنو تبعنا دائما فيكم تتابعونا مجانا، لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك، وسبسكرايب على يوتيوب. هلا الصلصه خالصه هيك النطفه تحت. سو الدجاج انت سالقه اوريدي مش هيك؟ مسلوق ومفسخه بس. تمام. اذا بدوش واحد يسلقه في قطعه صغير ويقليه، بس هي اصولا مسلوقه يعني. طبعا بس بنسلق بنحط موجة عطريه، وإذا الشرام، الشرام إذا الحبة كبيرة من قصة شافتها. سو نحن اوريدي طفينا تحت الصلصة. ايه خلص الصلصة ما عادش بدها. نحط شوية ملح، ما بنكتر هون لأنه حطينا الملح بالصلصة نحن. وشوية بهار أبيض. دايم بس يكون عندي صلصة بيضاء لازم يكون في بهار أبيض. بهار أبيض. حلو. كمان الشرمب أنت سلق وسلق مش هيك؟ إيه مسلوق 10 دقايق. إذا الحبة كبيرة بنقطعها شقفتين، حبة صغيرة بتضلها مثل ما هي. يا عين. أكلة مميزة، أكلة طيبة. بدي أذكركم إنه إن شاء الله قبل بداية شهر رمضان المبارك، الله يبلغنا إياه نحن وياكم بخير وسلامة، إنه رح نبلش الأطباق تبعنا يكونوا خاصة بهذا الشهر الفضيل، فرح تشوفوا شوربات رمضان، سلطات رمضان، أكلات رمضان، وإذا عندكم أي شيء محدد نحن حابين نعمله، كمان اكتبوا لنا إياه بمربع التعليقات لحتى شو؟ نعملكم إياهم لهودي الأكلات أو الحلويات، يعني رح نحاول كمان نفوت بعض الحلويات الرمضانية بالبرنامج، لحتى شو يطلع البرنامج على ذوقكم إن شاء الله بإذن الله. بس اللي بدنا اياه منكم انه شو يعملوا شيف؟ يعملنا شير. اوكي يحضروا البرنامج. يحضروا لنا البرنامج. اي يعني ما حضرتوش البرنامج وتفاعلتوا معه، كيف بدنا نعملكم؟ تفضل شيف. الدجاج والشرام عملناه سوتيه. اوكي. رشينا الملح، هذا بدي اقلي شوي النوي. بعمل كمان شوي سوتيه. بنحط نص كمية الصلصة معه، بنرجع نص الصلصة بنحطها على الوجه. يا عين.
حطيت زبده هلا حاليا وشويه زيت، حبه زبده وحبه زيت. شفت صرت حافظك انا، شويه زبده شويه زيت. خليني استفيد من هذا الوقت لحط لكم مكونات على الشاشه قدامكم للي عم يسال عن المكونات. نوي 350 جرام، الدجاج مسلوق 300 جرام، رايدس مسلوق 200 جرام، فطر 150 جرام، زبده 75 جرام، ملح ملعقه صغيره، وبهار ابيض. بالنسبه للصلصه، للصوص اللي بلشنا فيها الحلقه، زبده 50 جرام، طحين 50 جرام، حليب سائل 500 جرام، كريمه سائله 30 جرام، ملح رشه، بهار ابيض رشه، وجبنه موزاريلا. وبنرجع للشيف. تفضل شيف. هلا دابت الزبده بدي اياها تحترق، نحط النوي فوقها. يا عين شو عم نحط ملح هون؟ لانه عندنا ملح بالصلصة وعندي ملح بالقرنتين. ايه صرت مرتين حاطط ملح، يعني احلى ما يتملح إيه. الطبخة مثل ما قلنا هذه بتسلقها 8 دقائق، 8 ل 10 دقائق. بشو بتسلقها؟ بس بماء، شوية ملح، حبة زيت لحتى ما تلزق على بعضها. تمام. لك يا هلا باللي عم يحضرنا واللي عم يتابعنا واللي عم يتفاعل معنا، يعني بتنورين، منورين والله على طول، انتم منورين صراحة. سوري. راح احط ملعقة صلصة بكعب الجات. سو بنحط صلصة بكعب الجات وبنعملهم بهذه الطريقة. قرب الجات شوي لقدام شيف بعد اذنك. يا عيني عليك استاذ استاذ. هلا والله الريحة يا جماعة يعني خطيرة جدا. قلت انا بدي احط شوية صلصة بظهر النوي. الشريط معش بني خلص بنشيله للشريط، بنقول له ارحل. هودي الصلصة اللي عملناها ببداية الحلقة، دايما حلقة فيكم تحضروها على فيسبوك وعلى يوتيوب من اولها لاخرها، بتحضروها على التليفون، على التلفزيون، على التابلت، على الايباد، على اللابتوب. ليش بنحط صلصة؟ مشان المعكرونة تتشرب صلصة. جميل جدا. جميل جدا. شو حلو هيدا، شو حلو هيدا. هلا بنحط حطها بكعب ال شو هالمنظر الخطير هيدا. هيك صار فيها صلصة بقلبي. هذيك عم تحركها لتتصلصة تشرب. تفوت صلصة بقلبي. هلا بنحط شو هالأكل؟ قرنتير. مش أكلها لهذه الأكلة، يعني راح عليكم نص عمركم صراحة. قرنتير اللي هي دجاج وفطر. قرنتير. وشرمب. هذه الأكلة كم بطعمي واحد تقريبا؟ هذه شيء 6-7 هذه حسب، لأنه هذه فين يأكلوها صحن رئيسي، ممكن يأكلوها قبل شيء. إذا في عندنا بلاد عاملين مينيو، بلاد جور عاملين مينيو، يعني ممكن ندخلها بالأول. هاي بلاد جور. هلا هايك حطينا القرنتير على الوجه. إيه. بدنا نحط الصوص هلا. صلصة مثل ما قصت هيك كيف عاملها، بكون رخوة شوي لتفوت بقلب ال، وإلا ما بتفوت، ما بتخرق، إذا سميكي ما بتمجق بيناتهم. يا عين يا عين، هذه أكلة عظيمة صراحة، مش أكلها، لازم ياكلها لهذه الأكلة. أكيد مثل ما عودين علينا ببرنامج مطبخنا، كل جمعة عم نعملكم أكلة هيك مميزة وطريقة حلوة وسهلة، وعم نعطيكم أفكار يعني. فحتى نستمر بهذا البرنامج بدنا منكم تدعموا هذا البرنامج، تعملوا تاج لأشخاص تانيين، تكتبوا تعليق، تعملوا له شير، ما تبخلوا علينا بهالشغلات. هلا هذه الصينية مفروض نحط لها جبنة على وجهها هلا، وتفوت على الفرن 10 دقايق بس تدوب الزبدة وتخضن أشقر يعني. تمام. واو من منظر اسم الله. هيك هيك حبة نضيفة طلعت. هيك هلا بنحط الموزاريلا. اها. هلا اللي بيحب جبن البارميزان ممكن قبل ما يحط الصلصة يرش شوية بارميزان ويرجع يحط الصوص. مزبوط عم تحكي 100%.
هلا هيدي الجبنة هلا عم تحط لها موزاريلا. ايه هلا هي بفرنسا بيحطوا لها جروير. اه اوكي. جروير بتجي آلة بنفخته بنصه. اها. بمرشوه. هون عم نحن عم نجوب بالموجود هون. موجود. شو رأيكم بهالطبق المميز عم يعملنا اياه الشاف؟ الطبق البسيط الحلو طعمته كتير طيبة. هذي هاي خالصة. تمام. بدي فوتها على الفرن. يعني قديش لازم تكون حرارة الفرن؟ 450 لأن احنا بدناش تستوي بدها تاخذ لون بس. تمام تمام. ممكن نعملها كونفكشن إذا في كونفكشن. يعني تاخذ من جميع الجهات أو البرويل هذا بس من فوق يعني. شيل هذا السطل هذا الواحد لحتى بس تبين بعد إذنك ال أيوة بس ليبين الفرن. يا عين عليك أستاذ. قديش الحرارة بدنا تكون؟ 450 450 فرنهايت. ايه او 190 ديجري يعني عادي. ديجري. سو هلا رح نتركها نحن بالفرن بدها من 7 دقائق ل 10 دقائق. 7 دقائق ل 10 دقائق. مو بتاخذ لون اشقر. بدك اللون انت بيسكلي. بس يعني. تاخذ لون اشقر. تمام. طيب خلينا ننظف الطاولة، ننظف الغراض اللي قدامنا، ناخذ بريك وبعد البريك بنفرجيهم الصينية، شو رأيك شاف؟ مزبوط. يلا بريك. نرجع لكم. هلا رجعنا لكم بحلقتنا من برنامج مطبخنا. قبل ما نروح على الاعلام اكيد كان عندنا الصينيه بالفرن، شو الوضع شيف؟ مش الحال؟ مش حالي. يلا. هم مش شقر لوني، نحن بدنا اياها شقر لوني من عدوج، نحن قلنا 6-7 دقائق بدها يعني حسب الفرن. ايه. انتم شايفين هيك نظفنا الاريا. اوه ايه ده؟ ايه ده؟ حطيناها نحن كونفكشن مش هيك؟ كونفكشن فين يحطوها برويل كمان بس والله هيدا الفرن بلا حسد خطير. ليكم منه منظر اسم الله شيء مرتب جدا جدا. نحن مهم يطلع شقار، يعني هو الفكرة انه تدوب الجبنة الموزاريلا على وجهها وتعطيها شوية شقار من فوق. مزبوط شيف؟ ايه يعني ايه ها منيح اللي طفيته، هذا صوته قوي. تفضل شيف يلا. هذا كان طبقنا اليوم نوي فينيسيان اللي نحن او نوي مع الدجاج والريدس بالصلصه البيضاء البشاميل. قلنا نحن بدنا باكيت 350 جرام نوي الاوساط الاول العريضه، بدنا نسلق 8 دقائق شويه زيت شويه ملح، نرجع نغسلهم نعمل عجله بنعمل سوتيه بشويه زبده بس يخلصوا. الجرناتير هن دجاج مسلوق ريدس مسلوق وفطر مقطع شرحات، بدي اعمل كمان شويه سوتيه بالزبده رشوني شويه ملح بهار ابيض، نعمل صلصة بيضة اللي هي 50 زبدة 50 طحين نص لتر حليب رشة ملح رشة بهار أبيض. إذا بدنا إياها دسامة كتير فيني دخلها شيء 3-4 ملاعق كريمة سائلة، بنحط نص كمية الصلصة بظهر المعكروني وبنخلطها شوي، ملعقة من الصلصة بالكعب، نرجع نحط النوي، بدنا نحط الجرناتير اللي هن الدجاج والقريدس والفطر، نرجع الصلصة على الوجه، جبنة موزاريلا مبروشة بدنا نخبزها بالفرن على حرارة 450. فينا نحطه كونفكشن او فينا نحطه برويل، يعني انه بس الحراره من فوق تاخذ لون الجبنه اشقر. هذا كان طبقنا واهلا وسهلا فيكم، نعطيه طبق ثاني. هذا طبق ثاني مش طبق رئيسي يعني. ايه هو يعني قبل الرئيسي هذا. تمام شيف شكرا لك، دائما عم تعملنا اطباق مميزه جدا جدا جدا، فشكرا لك. اكيد متابعينا ومشاهدينا هذه كانت حلقتنا اليوم من برنامج مطبخنا، متعودين علينا اعطيناكم هذه الطبخه بمكوناتها وطريقه الطبخه وايضا الطبق النهائي قدمنا لكم اياه. مثل ما شايفين طبق مميز جدا اللي هو طبق النوي بالدجاج والقريدس جراتان، طبق غني جدا ايضا. فبنتمنى منكم انه تعملوا شير لهذه الحلقه، تاج لاشخاص ثانيين لحتى يحضرونا، والمنو متابعينا دائما فيكم تتابعونا لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب، ولما لحق الحلقه من اولها دائما فيكم ترجعوا للحلقه وتحضروها على وقتكم. شيف شو بدنا نقول لهم؟ انه نحطوا لنا لايك وشير وتابعونا على طول. شكرا لك شيف، اكيد مثل ما قلنا لكم انتظرونا قبل بدايه شهر رمضان، رح يكون هناك اكلات وشوربات وحلويات خاصه بهذا الشهر الفضيل. شكرا لك شيف، شكرا لجميع المتابعين خاصه هؤلاء اللي عم يتفاعلوا معنا بشكل دائم، مشكورين كلكم ذوق، يعطيكم العافيه، الى اللقاء.